هذا يسأل عن دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، هذا أمر جاء الحديث، جاء الحديث بأن هذا الذي يدعو لأخيه بظهر الغيب وهو ما هو بحاضر وهو يدعو له بالمغفرة بالرحمة، أن الملك يجيبه ويقول آمين ولك بمثله، الملك يأمن على دعائك لأخيك ويقول ولك بمثله، يعني لك مثل ما دعوت لأخيك، فضل الله واسع سبحانه وتعالى. هذا فيه فضل الدعاء للإخوان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الدعاء للمسلمين ولأقاربك ولوالديك بالخصوص هذا مستحب، أن تدعو لهم مع نفسك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.